البحث الأخير هو الاستراتيجية الحجاجية في خطاب الإمام الحسن عليه السلام، أدوات التعليل اللغوي اختيارا للمدرس المساعد كرار إبراهيم الجياشي، فليتفضل لتقديم بحثه مشكورا. أهلا وسهلا. المدرس المساعد كرار إبراهيم عيسى الجياشي، مؤهلاته العلمية حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة المثنى كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم اللغة العربية، حاصل على الماجستير من جامعة بابل كلية العلوم الإسلامية قسم لغة القرآن وإعجازه، حاصل على لقب علمي مدرس مساعد من وزارة التربية، يعمل مدرسا في مديرية تربية المثنى، عمل مقرراً في قسمي علوم القرآن واللغة العربية في جامعة ساوة الأهلية ودرس في هذين القسمين أيضاً. لديه عدد من البحوث المنشورة وله مشاركات في مؤتمرات متعددة، فليتفضل مشكوراً. يسهم النص الخطابي لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم في إيجاد ميزة إقناع المتلقي بمضمون الخطاب، فالإمام الحسن عليه السلام استعمل أدوات حجاجية فاعلة في إقناع المتلقي بحكم المكنة الثقافية للمرسل الإمام سلام الله عليه، التي ساهمت في توظيف التعليل اللغوي في خطبه ليكون منحا يمارسه لإقناع الحاضرين والسامعين والقارئين فيما طرح من موضوعات أخلاقية ودينية وسياسية. جاء البحث على مقدمة ومهاد تعريفي بعنوان مفهوم الحجاج، ومبحث الأول جاء بعنوان التقنيات اللغوية التعليل اللغوي، إذ هدف المخاطب في الخطابات كافة الوصول إلى نتيجة مرجوة من الخطاب وإحداث تغيير وأثر في المرسل إليه، موظفاً التقنيات والوسائل الحجاجية العديدة. وهذه الأدوات مهمة في الخطاب، إذ تؤدي دوراً بارزاً وفعالاً في إقناع المتلقي برسائل المرسل. ومن الأدوات التي يستعملها المخاطب لتقديم حججه في الخطاب ما يمكن أن نصطلح عليه ألفاظ التعليل نحو المفعول لأجله والسبب ولأنه، إذ لا يستعمل المخاطب عفواً أي أداة من الأدوات إلا تبريراً لفعله أو تعليلاً. ولا تعد الأدوات السابقة الذكر هي الحجج بعينها، بل هي قوالب تؤدي دورها في ترتيب العلاقة بين النتيجة والحجة، وتمكن المتكلم من تقديم حجته بالطريقة الملائمة للسياق آنذاك. وحمل المبحث الثاني عنوان دراسة تطبيقية لألفاظ التعليل اللغوي في خطب الإمام سلام الله عليه. تمام، خطب الإمام الحسن سلام الله عليه من أفصح الخطب وأبلغها وأكثرها حجاجاً وبياناً، مما دعانا للنظر في جزئية مما تحمل في ثناياها، وخدمة لتراث أهل بيت الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والإفصاح عما أراد إمامنا تبليغه للمسلمين عامة إن تمكننا من ذلك. وجاءت الخاتمة البحث بنقاط منها: أولاً، عمل المرسل سلام الله عليه في خطابه على ترك أثر في العملية الخطابية من خلال الوصول إلى نتيجة ما، موظفاً أدوات التعليل اللغوي كجزء من وسائل الحجاج المتعددة والمهمة في استراتيجية الإقناع. ولم نجد في خطب الإمام سلام الله عليه جميع أدوات التعليل اللغوي بقدر ما وجدنا عينة من تلك الأدوات التي أخذت دوراً مؤثراً في عملية إقناع المتلقي. وكان لأداة التعليل اللغوي لأنه وجوداً بارزاً في النص الخطابي للإمام سلام الله عليه، فهي أكثر أدوات التعليل اللغوي حضوراً لإسهامها في أداء دورها الإقناعي في الخطاب. هذا كل ما جاء به البحث، فإن أصبت فالفضل لله ولمولاي الحسن سلام الله عليه، وإن أخطأت أو قصرت في بيان المادة العلمية فجل من لا يخطئ، وأرجو أن تكون ذخرا
أرجو أن تكون هذه الورقة البحثية ذخراً لي في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون. شكراً لكم دكتور. شكراً جزيلاً للباحث الكريم على ما أعطانا من مفاتيح. نتمنى أن يقع البحث كاملاً بين أيدينا لنطلع على مضامينه. وبما أنه البحث الأخير نكتفي بما قدمه ولا داعي لأخذ المداخلات. شكراً جزيلاً.